النادي اللي انت شايف ان هو يستحق الدوري ليفربول. بيلعبوا مع بعض بقالهم كتير، اللعيبه طبقت على بعض، ايا كان اللي بيلعب محافظين لعب بعض، هما اللي فورمتهم عاليه دلوقتي. الفريق بيلعب كره على الارض كويس جدا، طبعا على ملعبه ما بيخسرش نقط بسهوله، حتى بره مرهب للمنافسين ومتعب جدا. فالموسمين اللي فاتوا كانت السيتي بتنافس، بس هي السيتي بدات الموسم ده عماله بتقع وبتخسر، فشايف ليفربول دايما كسبانه وكده، فهي ليفربول هي السنه دي الدوري الانجليزي بتاعها. ليفربول مصدر الدوري الانجليزي، فارق كبير مع الفريق الثاني اللي هو ليستر سيتي. ككل هو اقوى نادي سواء دفاعيا هجوميا، حتى الاطراف روبرتسون وارنولد. تعتبر فرقه كامله متكامله مع بعضها، ومدرب بقاله كذا موسم معاهم ففاهمهم، وهم كانوا السنه اللي فاتت كان اقرب جدا للدوري، والسنه دي بيقوي داخلين في الدوري بقوه.